أعزائي الطلبة تفاضل وتكامل اثنين، هذه المحاضرة بعنوان الـ Volumes by Cylindrical Shell، بمعنى أنه رايحين نستخدم الطريقة الثانية لإيجاد الحجوم، فبنسميها هذه الطريقة اللي هي عبارة عن Cylindrical Shell. وهذه الطريقة بنأخذ التعريف التالي: لنفرض عندي الاقتران F، هذا الاقتران Continuous متصل ان النيجاتيف غير سالب على الفتره من الكلوز انترفال من الاي الى البي، وايضا في عندنا شرط اللي هو انه الاي بتكون اكبر من او يساوي الزيرو واقل من البي. ولنفرض عندي المنطقه اللي هي الار محاطه باوندد ابف باي واي يساوي اف الاكس وبلو باي ذا اكس اكسس، وعلى الجانبين بالمستقيمين اكس يساوي الاي واكس يساوي البي. فلذلك الآن حجم المجسم الناتج عن دوران هذه المنطقة اللي هي عبارة عن الآر على الواي أكسس، هذه الطريقة بسميها طريقة السيلندريكال شيل. لتوضيح هذه الطريقة اللي هي عبارة عن السيلندريكال شيل، وهذه is a solid enclosed by two concentric right circular cylinders. لإيجاد الحجم لهذه السيلندريكال شيل، إذا كان نصف القطر الداخلي بنسميه R1 ونصف القطر الخارجي R2، وكان ارتفاع هذه الأسطوانة عبارة عن الـ H، فلذلك الفوليوم دائما وأبدا يساوي الـ Area of Cross Sections مضروب في الارتفاع. والاريا بالنسبة للكروس ساكشن اللي هي عبارة عن مساحة الدائرة الخارجية ناقص مساحة الدائرة الداخلية، فبالتعويض اللي هو بيطلع عندي حسب هذه العلاقة. للتعرف أكثر على هذه الطريقة رايحين نأخذ الجزء الأول اللي هو الفوليوم باي سيلندريكال شيل حول الواي أكسس. فإذا كان في عندي الاقتران F continuous non-negative على الclose interval A و B، بحيث أنه الـ A بتكون أكبر من أو يساوي 0 وأقل من الـ B، ولنفرض عندي المنطقة اللي هي الـ R محاطة abounded by above by Y يساوي F الـ X وbelow by the X axis and on the sides by the lines X يساوي الـ A and X يساوي الـ B، فإنه الحجم للمجسم الناتج عن الدوران راح يكون حول المنطقة، طبعا دوران المنطقة R حول الـ Y axis راح يكون يساوي عبارة عن التكامل من الـ A إلى الـ B 2 by X في F الـ X D of X. وأيضا للتوضيح نأخذ المثال التالي، فلاستخدم باستخدام السيلندريكال شيل use cylindrical shells to find the volume of the solid generated when the region enclosed between y يساوي جذر الاكس والاكس يساوي الواحد والاكس يساوي الاربعة and the x axis is revolved about the y axis. فلذلك الآن عندي أنا الاقتران اللي هو y يساوي جذر الـ x، وعندي أيضا المستقيمين x يساوي الواحد و x يساوي الأربعة، وهذه المنطقة اللي هي الـ R مولدة أو بتكون محصورة ما بين هذول الـ y يساوي جذر الـ x واللاينز الـ x يساوي الواحد والـ x يساوي الأربعة بالإضافة إلى الـ x axis، وكان الدوران حول الـ y axis. فلذلك المجسم راح ينتج عندي كما هو واضح في هذه الصورة. فلإيجاد هذا الفوليوم فنستخدم العلاقة مباشرة، عندنا الفوليوم بما أنه هذا ملامس للإكس أكسس، فلذلك إيش مباشرة رايحين نستخدم العلاقة اللي هي التكامل من الواحد إلى الأربعة أو من الـ A إلى الـ B 2 باي في X في الاقتران F الـ X D of X، لأنه الدوران هنا حول الـ Y أكسس، فلذلك هذه راح تساوي عبارة عن 2 باي في تكامل من 1 إلى 4 X للقوة 3 على 2 D of X، وهذا التكامل أيضا بسيط وبنعوض قيم حدود التكامل من 1 إلى 4، فبنوجد قيمة هذا الفوليوم اللي هي تساوي عبارة عن 124 الباي على 5 يونت تكعيب. مثال آخر علشان بنوضح طريقة السيلندريكال شيل،
فلذلك لإيجاد الحجم المجسم المولد من المنطقة في الربع الأول، وبيكون محصور ما بين الواي يساوي الإكس وواي يساوي الإكس تربيع والدوران حول الواي أكسس. فلذلك هنا مباشرة إذا رسمنا الرسمة الاقتران واي يساوي الإكس وواي يساوي الإكس تربيع، راح نوجد أيضا نقاط التقاطع ما بين التو فانكشنز، وإما من خلال الرسم أو من خلال مساواتهم بx يساوي الx تربيع. فبالتالي راح تطلع عندي نقاط تقاطع اللي هم عبارة عن الصفر والواحد. فالآن المنطقة اللي هي المحصورة ما بين التو فانكشنز، نلاحظ طبعا أنه الاقتران y يساوي الx هو أعلى من الاقتران y يساوي الx تربيع، لكل قيم x بتكون ضمن الفترة من صفر إلى الواحد. وكان الدوران حول الواي أكسس راح ينتج عندي المجسم اللي كما هو واضح في هذه الصورة. فلذلك بنستخدم العلاقة مباشرة هنا، عبارة عن الفوليوم لهذا المجسم يساوي التكامل من نقاط التقاطع من الصفر إلى الواحد 2 باي الإكس، في الآن الإكس اللي هو عبارة عن ناقصا الإكس تربيع في الدي أوف إكس، وهذا يساوي 2 باي في التكامل من الصفر إلى الواحد إكس تربيع ناقص إكس تكعيب دي أوف إكس، وهذا تكامل بسيط وبنعوض حدود التكامل وبنوجد قيمة هذا الحجم المجسم اللي هو يساوي باي على الستة. أيضا مثال آخر، أوجد الفوليوم للمجسم الناتج عن الدوران حول الواي أكسس للمنطقة المحصورة ما بين y يساوي 2x تربيع ناقصا الx تربيع عند y يساوي 0. فهنا موضح عندي أيضا بالشكل كيف اللي هي استخدام طريقة السلندريكال شيل بنقدر أن نستخدمها. فلذلك هنا مباشرة عندي الفوليوم أو حدود التكامل، هون نوجد أن نساوي هذول الاقترانين مع بعض اللي هم الـ y يساوي 2x تربيع ناقصا الـ x تكعيب يساوي 0. فبالتالي حدود التكامل راح تكون هي عبارة عن من الصفر إلى الاثنين. فلذلك نطبق العلاقة مباشرة، عبارة عن الصفر الاثنين 2 باي x في الاثنين x تربيع ناقصا الـ x تكعيب d of x، وهون التكامل أيضا دايركت، ونوجد حدود نوجد قيمة هذا التكامل وبيطلع عندي عبارة عن 16 على 5 الباي يونت تكعيب. للتوضيح أكثر أيضا كمان في عنا هذا المثال، إذا عرفنا المنطقة R اللي هي عبارة محصورة بالمستقيم أو الفانكشن الجراف f x يساوي 1 على x، ومن الأسفل بالإكس أكسس وأوفر ذا انترفال على الكلوز انترفال من الواحد إلى الثلاث. وإذا قلنا أن بدنا نوجد الحجم المجسم الناتج عن دوران هذه المنطقة على الواي أكسس، فلذلك هنا أيضا بنستخدم طريقة السلندريكال شيل. وطبعا عندي هذا الرسمة تبين المنطقة اللي هي الآر على اليسار اللي هو المحاطة بالاقتران F الإكس من الأعلى يساوي 1 على الإكس، ومن الأسفل بالإكس أكسس، ومن الجوانب X يساوي 1 وX يساوي 3. ودوران هذه المنطقة على الواي أكسس راح ينتج المجسم اللي موجود عندي بالمنتصف. وأيضا للتوضيح بالثلاثة أبعاد، بطريقة الثلاثة أبعاد نلاحظ الX أكسس والرسمة اللي على اليمين عندي الX أكسس والY أكسس والZ أكسس، فبالتالي هذه الريجن راح تكون موجودة على المنطقة اللي هي عبارة عن الإكس أكسس. فبالتالي دوران هذه المنطقة راح ينتج لي اللي هو زي ما بنشوف بالمجسم اللي موجود في المنتصف. فلذلك الآن حتى نوجد الحجم بالنسبة لهذه المسألة راح يساوي عبارة عن التكامل، الفوليوم يساوي التكامل من الـ A إلى الـ B 2 باي الـ X في F الـ X دي أوف X، وعندنا F الـ X اللي هو الاقتران يساوي 1 على الـ X، وبالتعويض مباشرة بيطلع عندي التكامل من 1 إلى 3 2 باي دي الإكس، وهذا التكامل راح يساوي عبارة عن 4 باي يونت تكعيب. أيضا مثال آخر للتوضيح،
إذا كان الآن الدوران على الـ X axis، فإذا كان عندي المنطقة Q مثلا، هذه المنطقة محصورة أو محصورة من اليمين بالاقتران جي الواي يساوي 2 جذر الواي، ومن جهة اليسار بالواي اكسس وقيم الواي تكون محصورة ما بين الصفر والأربعة، فلإيجاد حجم المجسم الناتج عن دوران هذه المنطقة على الاكس اكسس راح يعطيني اللي هو الشكل المجسم اللي هو كما موجود في هذه الصورة. ولإيجاد هذا الحجم، حجم لهذا المجسم مباشرة، فقط إن نغير هون التغيير فقط راح يكون with respect to y، بمعنى إنه التكامل راح يكون من c إلى d 2 باي الواي في g الواي دي الواي، فلذلك في وبنعوض مباشرة بجي الواي اللي هو 2 جذر الواي، وبيطلع عندي اللي هو التكامل 4 باي التكامل من الصفر إلى الأربعة واي للقوة 3 على 2 دي واي، وهذا أيضا تكامل بسيط مباشرة، فلذلك قيمة هذا التكامل راح تطلع عندي 256 باي على 5 يونت تكعيب. ايضا للتوضيح اكثر ناخذ المثال التالي، بدنا نوجد حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المحصورة ما بين التو فانكشنز واي يساوي جذر الاكس ناقصا واحد والواي يساوي الاكس ناقصا واحد الكل تربيع حول الواي اكسس. هون طبعا موضح في الرسمة او في الشكل اللي هو كيف رسمة الاقتران جذر الاكس ناقصا واحد والاقتران اكس ناقصا واحد الكل تربيع، فلذلك هذول المنحنيين راحين يتقاطعوا في النقطة اللي هي الواحد والاثنين. الآن عند الدوران حول الواي اكسس راح ينتج عندي المجسم كما هو موضح في الصورة الموجودة في المنتصف، ولإيجاد هذا الفوليوم بالنسبة لهذا المجسم الناتج عن دوران المنطقة المحصورة ما بين التو جرافس اللي هو الواي يساوي جذر الاكس ناقصا واحد والواي يساوي الاكس ناقصا واحد الكل تربيع حسب العلاقة، الفوليوم يساوي 2 باي في تكامل من الواحد إلى 2 اكس في الاقتران جذر الاكس ناقصا الواحد ناقصا الاكس ناقصا واحد الكل تربيع دي اوف اكس، وهذا نبسط هذا التكامل او بنستخدم اليو سبستيوشن هنا حتى نقدر ان نحسب قيمة هذا التكامل، فلذلك نفرض انه اليو تساوي عبارة عن الاكس ناقصا واحد والدي يو تساوي دي الاكس والاكس تساوي اليو زائدا واحد، وهنا ايضا حدود التكامل بنقدر ان نغيرهم علشان نكامل with respect to u، فلذلك الفوليوم راح يساوي طبعا لما الاكس تساوي الواحد اليو راح تساوي 0، ولما الاكس تساوي الاثنين اليو راح تساوي الواحد، فلذلك حدود التكامل راح تكون عبارة عن من صفر الى الواحد في اليو زائدا واحد في جذر اليو ناقصا يو زائد واحد في اليو تربيع دي يو، وهنا مباشرة عبارة عن ضرب مباشر ونبسط المقدار، فلذلك بيطلع عندي هذه العلاقة اللي هي عبارة عن تكامل من الصفر إلى الواحد يو في جذر اليو زائد جذر اليو ناقص يو تكعيب ناقص يو تربيع دي يو، وهذا تكامل أيضا بسيط، فلذلك نكامل هذا الاقتران وبنعوض قيم حدود التكامل من الصفر إلى الواحد، وبنوجد هيك قيمة الفوليوم وهي تساوي عبارة عن 29 على 30 باي. أوكي، في هذا الجزء أو في هذا السلايد حبيت أني أنا أحط لكم مقارنة ما بين الطرق الثلاث حول الدوران، إذا كان الدوران بالنسبة للمجسم حول الإكس أكسس من حيث الفورميلا ومن حيث المجسم كيف مواصفاته، وأيضا من حيث الانترفل بنلاحظ أن طريقة الديسك والوشر هم تقريبا متقاربات إلى بعض، كل ما هنالك أنه على الإكس أكسس على الإكس أكسس، لكن بالنسبة للسلندريكال شيل راح تكون اللي هي الانترفل تبارتشن على اللي هي الواي أكسس السي والدي، وأيضا الريكتانجل راح يكون عبارة عن فيرتيكال وفيرتيكال بالنسبة للوشر ميثود، لكن بالنسبة للشيل ميثود راح يكون عبارة عن هوريزنتال بمعنى أفقي، والمنطقة اللي هي التيبيكال ريجن راح يكون عندنا كما هو موضح.
يوضح بالشكل الأول والثاني بالنسبة للوشر ميثود والطريقة الثالثة اللي هي سلندريكال شيل. الله يعطيكم العافية.